الاستاذ وليد عبد الوهاب، طبعا رئيس هيئه استاد القاهره. استاذ وليد، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكم، مساء الخير يا كابتن اسامه، الساده المشاهدين، واهلا بحضرتك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. الحقيقه كان في وفد من اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي اللي قام بجوله تفقديه النهارده في استاد القاهره. قول لنا عن، هل هناك ملاحظات؟ ايه اللي حصل؟ الاستاد ان شاء الله يكون ملعب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الحمد لله، طبعا الوفد يعني شرفنا وشرف استاد القاهره النهارده. الحمد لله الملاحظات يعني اللي كانوا طالبينها كلها احنا بالفعل بدانا اشتغلنا عليها من اكثر من شهر. نعم. هم لقوا بالفعل الـ كل ما هو خرج بمقصوره الاعلاميين او المقصوره الرئيسيه او ما يخص الحاجات الفنيه الخاصه بيهم، الحمد لله تلافيناها خلال شهر بكثير قوي، او يعني نقول 30/9 هتكون كل التلافيات الحاجات الملاحظات دي تلافيناها تماما. يعني كانت الملاحظات اللي حضرتك او اللي هم كانوا قالوا عليها قبل كده حضراتكم بداتوا بالفعل تشتغلوا فيها. احنا بادئين توجيهات السيد الوزير دكتور اشرف صبحي. نعم. بحكم النادي الاهلي بيمثل مصر طبعا، ادى توجيهات ببدء العمل في كل الملاحظات الخاصه بهذه البطوله. ايه يا دكتور اهم استاذنا اهم الملاحظات؟ هي كانت ماسوره الاعلاميين. أوكي. طلبوا بعض حاجات فنيه وحاجات تكنيكيه خاصه بالماسوره. تم تجديد كامل الماسوره من كراسي لشاشات لكل حاجه عشان تليق باستاد الاعلاميين واستاد الصحفيين. والحقيقه استاد القاهره استاذ وليد بالنسبه لنا يعني وبالنسبه للعالم وبالنسبه لافريقيا الحقيقه حاجه مفخره كبيره جدا جدا لكل المصريين. يعني من الواحد لما كان بيلعب لغايه لما دلوقتي واحنا بنروح نتفرج بنبقى سعداء جدا ان احنا موجودين، وهذا التطور الكبير جدا جدا اللي احنا شايفينه سواء في ارضيه الملعب سواء في التراك سواء في المدرجات. يعني بنحيي حضرتك وبنحيي دكتور اشرف صبحي على هذا الامر برضه. أنا بشكرك طبعا يا كابتن هشام. أنا عايز أقول لحضرتك اللجنة النهاردة أنا مبسوط جدا كمية التصوير اللي بيتصوروه والمنظر اللي هم بيتصوروا وفرحتهم باستاد القاهرة، دي حاجة يعني تقول لك إن إحنا مصر هي برضو هتعمل مهما تعمل، استاد القاهرة هو استاد القاهرة. أنا شايف الملعب فيه شوية صفار كده، ده ولا ده في ظل التطوير؟ لا، إحنا في الصيانة يا كابتن إسلام. يعني إحنا بدأنا الصيانة بقالنا حوالي 15 يوم. وشغالين الصيانة إن شاء الله، قدامنا على يوم 20/8 الملعب هيكون جاهز. هيكون كل حاجة مظبوطة. لا طبعا أنا عارف، لكن الحقيقة يا أستاذ وليد إحنا لما كان الواحد بيجي بيلعب أي فرقة وكنا بنروح نلعب في استاد القاهرة يعني كانت بنشوف الفرق التانية داخلة عاملة إزاي، كانت بتبقى داخلة مرعوبة الحقيقة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة اللجنة جاية يعني بيتكلموا معانا بيقولوا لنا إحنا لفينا استادات أفريقيا كتير جدا. نعم. إحنا استاد القاهرة كل السبل أو كل الطرق لنجاح أي فرقة متوفرة ليك في استاد القاهرة، والناس شكروا اللجنة من النادي الأهلي طبعا مشكورة اللي كانت موجودة معانا. أيوة. شكروهم على هذا المجهود، وطبعا ده شرف لينا إن إحنا النادي الأهلي ده بيمثل مصر وليس نادي الأهلي فقط، ده مصر كلها. ورا النادي الاهلي في هذه البطوله. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا استاذ وليد على وجود حضرتك معانا وعلى يعني وجود حضرتك في هذه المكالمه. الاستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره. زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا كل ما يحدث وكل اللي احنا شايفينه ده في اطار الدوري الافريقي الممتاز. ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر خلال المرحلة المقبلة.